نجوم الكرة العراقية حلقوا جميعا من سماء الكلاسيكو لأعالي المجد، مباراة ستأتي هذه المرة بغياب أهلها عن المدرجات، لكن فقدانها الأكبر سيكون انطلاق صفارتها، وأحد أهم رموزها راحل عن الدنيا. العراقية الرياضية، أرشد العطار. شكرا للزميل أرشد العطار. الصورة الأخيرة جدا رحمك معزية. الله أحمد راضي، رحمك أحمد ورحمك راضي، الله هذه أول مباراة علي هادي، كلاسيكو يغيب ورحمك عنها، الله خسارة. شاكر، يعني هاي إرادة الله، ما أنا يتعوض. ولا أنت نوقف وجهه، إرادة الله. أنا ناشد لاعبين الزوراء، يعني إن شاء الله المباراة يعني ترضى طرفين، وقرأ سورة الفاتحة بأي هدف للمرحوم أحمد راضي وعلي هادي، وأيضا كابتن ناظم شاكر وكل الرياضيين. بس أحمد راضي خسارة ما يتعوض. أبو هي الزوراء، العراق والآسيا، وهذا أسطورة آسيا للعرب. أحمد راضي ما تنجي بالملاعب بعد مثل الكابتن أبو هي. إن شاء الله يا ربي أبطالنا نوارسنا يوم غد يحققون الفوز والانتصار، وقرأ سورة الفاتحة لأبو هي، ونهدي الفوز إن شاء الله باكر يعني للكابتن أحمد راضي وعلي هادي. أنا أتمنى من كل اللاعبين سواء كان لاعبي الزوراء أو حتى القوى الجوية يقرأ سورة الفاتحة لأحمد راضي أكيد، والكابتن أبو غزالة لكل نجومنا يعني. لا بس إحنا باكر نريد نهدي الفوز لكونهم زورائين، أبو حسنين ولأبو هي الغالي. خسارة والله، يعني احنا جايين نريد، ما ادري. الله يرحمك ابو هيا وعلي هادي. الرحمة والخلود لكل نجومنا وكل الراحلين عن كرتنا، وما ما بدينا غير نترحم لهم. هذا يعني هذول النجوم اللي الله يرحمهم، خدموا الرياضة العراقية الواسعة، وكانوا يستحقون، ربي يرحمهم ان شاء الله يستحقون. والله العظيم من الذكر احمد راضي، علي هادي، ناظم شاكر، العبرة العبرة والله باقي لحد الان بقلوبنا. وفاة الكباتنة من أحمد راضي وعلي هادي واحدة قربت وجهة النظر. لا أنا خلطيك أنا رسالة، أنا كنت شاهد عليها قضية تشييع الراحل أبو هي اللي كان في منطقة أربع شوارع. والله العظيم دور إدارة القوة الجوية وجمهورها أنا كنت شاهد عليها من خلال التنسيق مع وزارة الدفاع، جوعق العسكري. طبعا تحياتنا للأخ وليد الزيدي، العميد وليد الزيدي أبو وائل، تحياتنا. الآن طبعا شفت فيها سابع يوم إليه مصاب بالكورونا، صح، ما قصروا، وحتى أيضا جماهير نادي الزوراء الرابطة كلهم حضروا بتشيع الراحل ناظم شاكر. بس شو نسوي، نتمنى هذا الموضوع يستمر. يعني